بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم في هذا المساء الذي تنعقد فيه الآن جلسة الجمعية العامة للتصويت على القرار الذي تم الاعتراض بالفيتو الأمريكي. وإن شاء الله مهما كان هذا الفيتو الأمريكي الآن فعالا، سيأتي يوما ألا يكون فعالا. طبعا ترامب أعطى، أنا أسمي ذلك، هو وعد وعد ترامب بلفور الجديد في 6 ديسمبر والثاني من نوفمبر 1917 قرارات يوزعون أرض فلسطين كما يريدون وكما تشتهي أهواءهم. سنة 1947 بقرار جائر قامت هذه الدويلة التي تسمى إسرائيل وزرعت كخنجر في خاصرة الأمة العربية. وهذا تخطيط ليس من أمريكا فقط، من أمريكا وجميع الدول الأوروبية والدول السبع في سنة 1907 حينما عقد اجتماع برئاسة رئيس وزراء البريطاني ماكميلن، وأخذوا قرار بأنهم يريدوا أن يوجدوا جسما غريبا يستطيع من خلاله السيطرة على هذا الوطن العربي الكبير الذي لا يوجد فيه قوة ولا يوجد فيه أي نوع من أنواع الأدوات التي يمكن أن يقوم. دكتور محمد، عذرا للمقاطعة ولكن الوقت محدود، يعني لو تجيبنا على سؤالنا فقط، يعني اعذرنا، يعني في ناحية بخصوص القرارات الوصائية التي أصدرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يعني كيف يمكن أن تخدم السلام في فلسطين؟ والله للأسف لم ينفذ من قرارات الجمعية العامة والأمم المتحدة إلا قرار واحد، ألا وهو قرار تقسيم فلسطين الذي رفضته فلسطين وجميع الدول العربية آنذاك في سنة 1947، وهو القرار رقم 181 بقيام دولتين. هذا هو القرار الوحيد الذي تم تنفيذه من قرارات الأمم المتحدة. ويأتي الآن مندوب إسرائيل ومندوب الولايات المتحدة الأمريكية ليقول أن هناك دول معادية. أين الدولة العربية التي قررت الجمعية العامة أو الأمم المتحدة في آنذاك قيامها إلى جانب دولة فلسطين، دولة إسرائيل؟ لا توجد، بل تم السيطرة على جميع أراضي فلسطين بالقوة والتدمير والقتل والحرق والإبادة وجميع الوسائل التي تحرمها القرارات الشرعية وقرارات جنيف الدولية. لم نستفيد من قرارات الجمعية العامة ولا شيء إلا هذا الاعتراف دولة. يعني دكتور، هل لا زال حل الدولتين قائم بعد هذه القرارات؟ والله حل الدولتين أجد أرى أنه لن يكتب له النجاح، لأن ليس هناك شريكا ولا وسيطا. يعني أمريكا ليست وسيط محايد، إسرائيل ليست شريك سلام، لا يريدون السلام. نحن من اتفاقية أوسلو تقول حتى سنة 1999 ستنتهي الحكم الذاتي وتقوم دولة فلسطين بالاتفاق. من 99 إلى الآن 18 عاما لم نكسب فيه إلا التشرد والتشرذم والانقسام، ولا يوجد أي بشائر إطلاقا لحل الدولتين، ونحن نرحب بحل الدولة الواحدة. يا دكتور، هل من الممكن أن نشهد تحولا عربيا بعد هذه المرحلة بخصوص فلسطين؟ طبعا والله بخصوص الحكومات العربية لن نشهد تحول إلا يعني إلا من رحم رب، يعني 3 أو 4 دول، الباقيين مشغولين بحروبهم الداخلية. وأننا نراهن فقط على الشعوب العربية أينما وجدت، والشعوب
التي تناهض الاستعمار والاحتلال. والموقف المصري دكتور محمد البغيد. نعم، والموقف المصري، الموقف المصري إلى الآن يعني موقف مشرف. يكفي أن مصر هي التي قدمت هذا القرار، وهي التي تبنت ذلك، وهي تبنت المصالحة مع طرفي الانقسام، وهي إن شاء الله ماضية إلى الأمام بغرض الحل التوحد الفلسطيني لنصبح جسما واحد قادرين على مواجهة ترامب ومن هو أكبر من ترامب. إذا كان ترامب لا يعلم من هم الفلسطينيين عليه. دكتور، بالعودة إلى جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، السيد ترامب حذر قبل الجلسة بتحذير شديد اللهجة ضد الدول التي سوف تصوت ضد قراره، يعني هل هذا التحذير سيؤثر على التصويت؟ والله في هناك بعض الدول الفقيرة التي تنتظر هذه المعونات الأمريكية وممكن أن تمتنع عن التصويت، لكن أنا أقول أننا إن شاء الله سنأخذ تصويت من الجمعية العامة لا يقل عن 130 دولة بإذن الله تعالى. نعم، الأمين العام لجامعة الدول العربية قال أنه سيطلب من الجمعية العامة بتمرير قرار ملزم لكل مؤسسات الأمم المتحدة يدين قرار الولايات المتحدة، وذلك استنادا على مبدأ الاتحاد من أجل السلم. يعني كأن هذه مهمة صعبة دكتور. والله طبعا، لأنها يعني هو مطلب صادق ومطلب طيب، ولكنه متأخر. أنت بتيجي حضرتك يوم انعقاد الجلسة وبتقول الكلام ده ما ينفعش. كان يجب التحضير مسبقا لهذا الاجتماع من التوحد من أجل السلام يعني بفترة، بحيث أنه تأخذ الموافقات وينتشر يعني المندوبين في كل هذه الدول لشرح كما تقوم إسرائيل. إسرائيل تفعل هكذا لأنها تريد أن يعني إعلاما جيدا. الآن هي ليست بمقدورها ولا بمقدور الأمم المتحدة. أقول لك لو العالم كله وقف مع إسرائيل سندمر إسرائيل يوما ما، لأن هذه أرضنا. أنا أمضيت عمري. نعم دكتور.